طيب، حساب دي دبليو ساينس ايضا اتكلم عن تغريده مشابهه لتغريده الدكتور محمد ربيع، يقول فيها This robot got skills، يعني هذا الروبوت لديه مهارات. يعني بعد ما شفنا الروبوت الدقيق قبل شويه، الحين بنشوف هذا الروبوت اللي يملك مهارات عاليه جدا ودقيقه، وأطلقوا عليه اسم ليوناردو، وهو قادر على التزحلق على اللوح والمشي على الحبل زي ما احنا شايفين، وقادر أيضا على التوازن والمشي والقفز أمام أي عوائق. والمصنعين له قالوا أنه يمكن استخدام هذا النوع من الروبوتات في عمليات الصيانة والنظافة الدقيقة، أو أيضا ممكن يتم استخدامه كروبوت مستكشف على إحدى الكواكب البعيدة. يعني بتاع كله يا جماعة، من بداية ذا الموسم وأنا أقول أخبار وتغريدات عن الروبوتات. يعني فعلا ممكن مستقبل أن يصير الروبوتات أكثر من البشر بعد اللي قاعدين نشوفه. ما شاء الله تبارك الله يسوي كل شيء، يعني تطور تكنولوجي ما نقدر نقول شيء. عموما هذه كانت جولتنا السريعة في عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد الفاصل فرص الشباب في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وأكثر الأخطاء شيوعا.